مرحبا استاذ. هذا انت؟ ولك يا عيب الشوم عليك، يا عيب الشوم. عم تلعب علي استاذ انيس؟ عم تلعب علي؟ انا عم بلعب عليك؟ بشو لعبت عليك؟ بتخليني احكم على ناس كبار بيروحوا مطرح ما بعتنا، بيقوموا ما بيلاقوا حدا، الغرفة فاضية استاذ انيس، لا فيها شاهد ولا هم يحزنون. قتلوه ديمتري، قتلوه بايده. يا لطيف يا لطيف، شلون وصلوا لطريقه؟ ما بعرف صراحة، انا فكرت انه فكرت انه انا اللي سلمته، ما هيك؟ ولك يا عيب الشوم عليك، يا عيب الشوم. ولك انا حالف على كتاب الله يا رجل. والله ما بعرف يا استاذ، بس يعني انا بدي اسال سؤال، هلا هن ممكن يصلوا لي الي او لجماعتي؟ ليش حدا من جماعتكم انكمش شيء؟ في واحد وصلوا له بس اشتغل قواص بيناتهم وقتلوه بارضه. يعني ما حكى ولا كلمه. استاذ عم اقول لك قتلوه بارضه. الله يرحمه الله يرحمه. وانتو ديروا بالكن على حالكن اخي انيس، ديروا بالكن، بس باذن الله انتو بالسليم. يعني هون حفرنا وهون طمرنا، القصه مو لعبه، فيها حبال ومشانق، بقى انساها كلياتها دخيل عينك. لا لا لا، انا رح انساها بالمره وما لي علاقه بالموضوع كله. السلام عليكم.